ضمن قائد الزايد الكبرى وفيها خامس ايام هذا المهرجان الكبير الذي ياتي ايضا في الوثبة عاصمة الميادين، حيث تابعنا الثنايا باشواطها الذهبية التي ذهبت لمستحقيها بعد منافسة قوية حضرت في مساء هذا اليوم في ارضية ميدان الوثبة، لتتواصل انطلاقات مساء هذا اليوم لتستمر التحديات والادارة ما بين الاخوان المشاركين ملاك الثنايا. انطلق منذ قليل على بركة الله وتوفيق منه عاشر اشواط مساء هذا اليوم الخاص بالابكار الثنايا المهجنات لابناء القبائل، 6 كيلومترات مسافة السباق، حيث نراقب ونتابع هذه الاعداد المشاركة والحاضرة بشعاراتها المختلفة الوانها التي تتنافس من اجل تحقيق المركز الاول مع نهاية هذه الامتار. نتابع المقدمة، نسير لدى صدارة هذا الشوط بقوة التحدي والتنافس ما بين الاخوان المشاركين، رقبة في تحقيق الانتصار وبان يكونوا في دائرة الاعلام للعشر المراكز المتقدمة في هذا الشوط. الصدارة والمقدمة والمركز الاول، هذه هي مشاهدين الاعزاء من تتواجد على مقدمة هذا الشوط، من تقود مسار هذا الانطلاق، من تتواجد مع المركز الاول. ما شاء الله، هي ايضا واضحة، ناصر بن سليم بالدودة العامري ياتي ايضا مشاهدين الاعزاء مع وجود هذا الاسم. ننتقل الى المركز الثاني، حربة احمد بن سعيد بالمر السبوسي يتواجد بالمركز الثاني، بينما ننتقل الى المركز الثالث، هذه هي افكار سالم بن محمد بن مترف الطنيقي يتقدم في المركز الثالث. المركز الرابع، وصلت في هذه اللحظات انتباه محمد بن سلطان بن مطر بن مرخان الكتبي ياتي بهذا الاسم انتباه لتتواجد في المركز الرابع، بينما المركز الخامس مبشرة مطر بن مبارك بن سعيد بن مرخان الكتبي يتقدم خامسا. ننتقل الى المركز السادس، حيث تاتي مطيلة خليفة بن سلطان بن رشيد يقدم مطيلة في المركز السادس. المركز السابع، وصلت ايضا قيادة خليل بن ناصر بن منصور الشهواني يتقدم في هذا الانطلاق من الجانب الايمن، تاتي وفي المركز الثامن لتصل ايضا مشاهدينا الاعزاء هذه رنين محمد بن علي بن حماد الشامسي، بينما المركز التاسع، شوف المتدخلة والمنطلقة المبدعة بدخولها السريع، هذه هي مشاهدينا الاعزاء تاتي شندارة صالح بن هادم بن ضحاك المنصوري. المركز العاشر، الداودية سلطان بن حميد بن سلطان بن كتيدة يتقدم في هذه الانطلاقة، هذه العشر المراكز الأولى، هذه الأسماء المتقدمة المنطلقة وعبر ندائنا الأول التفصيلي للعشر المراكز المتقدمة. مشاهدينا الأعزاء في عاشر أشواط مساء هذا اليوم، نعود إلى المقدمة، نعود إلى المركز الأول، إلى من تقود المسار، إلى من تنطلق بالمركز الأول، هذه تتقدم وتقود الشوط. واضحة واضحة تأتي لتتضح أمام الجميع بأنها هي المنطلقة على المركز الأول، هي التي تقود الشوط حتى الآن. ناصر بن سليم بالدودة العامري يتقدم ويعلن أيضا بوجود هذا الاسم، بينما حربة تأتي أيضا بالمنافسة القوية. أحمد بن سعيد بالمر يتقدم السبوسي لياتي في المركز الثاني. خلال هذا الانطلاق وخلال هذا الإبداع دخلنا أجواء منتصف المسافة، دخلنا أجواء منتصف المسافة، حيث تصل في المركز الثالث وفي هذه اللحظات انتباه انتباه تتقدم في هذه اللحظات، هذه انتباه بشعار بن مرخان تتواجد في هذه الانطلاقة. محمد بن سلطان بن مطر بن مرخان الكتبي يصل في المركز الثالث، بن حماد بوجود رنين تتقدم في هذه الانطلاقة، محمد بن علي بن محمد بن حماد الشامسي تتواجد ايضا في المركز الرابع. المركز الخامس، تحركت افكار سالم بن محمد بن مطرف الطنيقي يتقدم في هذه اللحظات بوجود افكار، تدخلت في المركز السادس قيادة
خليل بن ناصر الشهواني يصل ايضا في سادس المراكز، بينما المركز السابع هادي مبشرة مطر بن مبارك بن مرخان الكتبي يتواجد في المركز السابع، بينما المركز الثامن تاتي شندارة صالح بن هادم بن ضحاك المنصوري، المركز التاسع ملهمة مبارك بن محمد بن وريقة العامري، والمركز العاشر تتواجد ايضا مطيلة خليفة بن سلطان بن رشيد ياتي بوجود مطيلة. هذه العشر المراكز المتقدمة التي تظهر امام حضراتكم في انطلاقة هذا الشوط في وجود هذه الاسماء. كيلو وين ما تبقى على نهاية هذا الشوط، 4 كيلومترات مرت سريعا بوجود الثنايا المهجنات المنطلقة امام حضراتكم، حيث نعود إلى مقدمة هذا الشوط إلى المركز الأول حربة أحمد بن سعيد بالمر السبوسي، بدأ يقود هذا الشوط، بدأ ينطلق على المركز الأول ليعلن بانطلاقة ووجود حربة. هنا تتواجد على الصدارة، تتواجد على المركز الأول الله سعيد بن سالم الليبي يأتي أيضا بوجود هذا الاسم، ولكن شوف القادمة واضحة تتقدم ناصر بن سليم بن دودة العامري، ولكن الوصول مع شعار بن حماد يبدأ بالتدخلات بوجود وانطلاقة رنين محمد بن علي بن حماد الشامسي يتواجد في المركز الثاني، المركز الثالث على الأسماء القادمة. تحرك الكل من الصفوف الخلفية للانطلاق إلى الأمام، شعار بن سرود يصل في هذه اللحظات، وشعار خطير قيادة خليل بن ناصر الشهواني يتقدم في المركز الثالث، الرابع بن سرود، الخامس بن مرخان، السادس بن ضحاك المنصوري. هذه الأسماء المتقدمة. العودة إلى أيضا هناك مقدمة هذا الشوط، شعار بو أحمد يتقدم على الصدارة، يأتي على المركز الأول، وابن حماد من الجانب الآخر، واشتدت معركة الثنايا، واشتدت المعركة ما بين الثنايا المهجنات، الشهواني، انتباه، تتقدم محمد بن سلطان بن مرخان، وكذلك اختصار محمد بن ناصر بن سرود الخيالي، يأتي في هذا الانطلاق، المعركة القوية، بن حماد، بن سرود، بن مرخان، الثلاثية القوية، الثلاث اللي بهنسان اللقاء يوم وصلا عند الأمتار الأخيرة، ولعت 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 المنافسة ونار اللظى لتحقيق المركز الأول. هذه انتباه تتواجد على المركز الأول، انتباه محمد بن سلطان بن مرخان يأتي على المقدمة، اختصار أبناء رماح، اختصار محمد بن ناصر بن سرود الخيالي يأتي بوجود اختصار، ولكن هذا الانطلاق من انتباه ابناء مرغم الصعب وركاب الصعايب. الله 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 الله، هذا بن مرخان يتواصل بمسيره تحقيق الانتصارات، وباسم انتباه تهانينا والناموس لمحمد بن سلطان بن مرخان، تهانينا لعبيد بن محمد بن سلطان بن مرخان. سيد بن سالم الينيبي والمركز الخامس، اتتنا ايضا شعله السيل بن رملي بن محمد العامري، هذا الشوط ومساره بمنافسه قويه حتى الامتار الاخيره، ولكن ابناء مرقب والصعب ياتي باسم انتباه يتقدم بهذا الاسم الجميل، اسم جميل ومميز مع بن مرخان. انتباه تصل الى خط النهايه بتوقيت زمني مقداره 9 دقائق 11 ثانيه، 7 اجزاء من الثانيه. تهانينا لمحمد بن سلطان مرخان. المركز الثاني اختصار 9 دقائق 13 ثانية، 5 أجزاء من الثانية. تهانينا لمحمد بن علي، محمد بن ناصر بن علي بن سرود الخيالي. المركز الثالث 9 دقائق 15 ثانية، وفاء وتماما وكمالا كانت ترنين محمد بن علي بن حماد الشامسي. تهانينا والناموس للجميع.